الشعب يريد. 2011 الشعب يريد. الشعب يريد فالي باركي. الشعب يريد أمر. والشعب يريد سرعة في نقل الملكيات حقت الأراضي. الشعب يريد أن الكل يربح. توفر له خدمات أكثر. المواصلات. الكهرباء تتخفض. التليفونات. الصحة. يعني يكون كله فيها كل شيء يكون كويس. عام الشعوب. عام الشباب. نحن هنا في ميدان التحرير في القاهرة. في الميدان اللي حرر فيه الشباب مصر من الظلم. عام الرغبة في حياة كريمة. اللي بينشأ المدارس هذه ينشأ المواقف قبل المدارس. أحسنت. لن نتحدث على أحداث 2011 من جانب سياسي، ولكن سنتحدث عنها من منظور ماذا يريد الشعوب. يعني كل اللي حصل أعزائي وعزيزاتي في عام 2011 في كل الدول، سواء الوعود أو الذي سقط أو الشعوب التي ثارت أو الشعوب التي لم تثر، كلها ماذا تريد؟ تريد شيء واحد أساسي وهو العدل. العدل. يبغى المواطن العربي المسلم يحس أنه هو عايش في بيئة عادلة. عادلة. عادلة إيش يعني؟ يعني أخذ حقه، يعني لا يظلم، يعني هو سواسية مع غيره، يعني مصيره في بلده لا يعتمد على مين أبوه ومين أمه ومين عنده واسطة، لا يعتمد هو أصلاً جاي من بيئة غنية ولا فقيرة، ولكن مصيره في بلاده يعتمد على فكره وجهده وتعبه وعرقه. وأنه الواحد لو تعب في هذه البلاد من العدل أنه يحصد وأنه يحيا حياة كريمة. الشعب يريد الحرية، النظافة، النظام، النظام والأمان. الأمان والنظافة. الشعب يريد الأمان. الشعب يريد العدل. 2011 سافرنا كثير، 9 دول. عام محاربة الفساد، عام المطالبة بالعدل والحقوق والحريات. أول يوم في كوبنهاجن. كيف تعرف أنك كوبنهاجن؟ بأنك تشوف كمية البسكليتات اللي هتعدي دحين جنبك. شوفوا هنا طبعاً الشوارع أغلبها في كوبنهاجن فيها لين أو ممر مخصوص للبسكليتات، فهم حيعدوا زي ما أنتم شايفين، ولهم أنظمتهم وحقوقهم المرورية المستقلة بهم هم. شيء جميل. الشعب يريد مواصلات ميسرة. احنا نتكلم عن احد الانجازات الابداعية اللي في ايجاد حلول بتكاليف قليلة جدا، حلول ذكية، هو ما يسمى البتروباص. هي يعني خواطر السباقات. ممتاز. سباقات اللي احنا فيه الآن نموذج من بلد قاعدة تنتقل من العالم الثالث إلى العالم الأول، فهي الآن في العالم الثاني بين الثالث والأول. نموذج رائع للعالم العربي. صباح الخير. صباح. لاحظوا انه احنا ده صباح، صباح مو ليل. ليه؟ لأنه احنا دحين في الشتاء، والشتاء في البلاد الاسكندنافية 5 ساعات ونص نهار. الشعب يريد تعليم متميز. مدارس عديدة موجودة في البلاد الاسكندنافية غير الاسكندنافية. طبعا شوفوا كيف الجلسة، يعني هذا ترى فصل، مو حصة إضافية، مو حصة نشاط، ده فصل إنجليزي. لا 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 لا، دراسة متعبة بصراحة. It's better than a classroom or is a classroom better? I never have been in a classroom before. ما عمره كان في فصل في حياته. بيعاقبوا الطلبة بأنهم يخليهم في البيت. يعني لو الولد ما سوى شيء كويس يقول له ترى حتجلس في البيت. الشعب يريد محاكم أفضل وأسرع وخدماتها أحسن. محكمة على طول في أوسلو. خلينا نشوف إيش النظام في المحكمة. طبعاً أولاً نشوفوا المبنى من برا كيف، يعني جميل، مرتب، منظم، يعطي هيبة لهذا المكان اللي فيه إما يقام العدل أو ينتقص العدل.
طيب هندخل المحكمة. احنا الان في محاكم دبي. يا سلام يا سلام، ايش ده؟ احنا فين؟ احنا هذه محكمة اكيد. اخر كلام. حلول، خلاصة هذا الموسم حلول، نطرح حلول للعالم العربي والإسلامي لعلنا بإذن الله في حياتي وحياتكم نصل إلى العالم الأول. شوزملار تركيا، ويستمر الشوزملار التركي. ترك شوزملار بلاشيش شوزملار شوزملار ترك شوزملار. شوزملار هي كلمة حلول بالتركية. ليه تركيا؟ لأنه رحنا أيضاً إلى إسطنبول من ضمن الدول التي زرناها، لأنه فيها حلول كثيرة تناسب العالم العربي. ده وش على طول؟ ده شوزم. لحظة. حلول؟ شزام. شوزم. هذا شوزم. شوزم ترك. صباح الظهر بالليل. يلا. طيب يلا. شوزملار ترك. ترك شوزملار في المرور. تشكر أديورس. ترك شوزملار. هذا الموسم ليس موسم انتقاد وليس موسم مقارنات، فهذه زمانها ولا. العالم العربي عام 2011 الحمد لله واضح أن الكل استوعب والكل معترف أن أمورنا ليست بالحسن اللي البعض كان يتخيله، وأنه نحتاج كلنا أن نعمل في تكاتف ويد واحدة للرقي بمجتمعاتنا وبعالمنا العربي والإسلامي لنصل إلى العالم الأول. نحن في جمهورية الصين الشعبية، أولى أيام التصوير. طبعاً ما في نوم وما في فيسبوك، ما في تويتر، ما في يوتيوب، ما في جبنة، ما في عيش، ما في لحمة، ما في تونة، فيش فول. هذا رد على أي شخص عنده عذر كثرة الطلاب في المدارس. لا نتحجج، كثرة الطلاب في المدارس، ما احنا عارفين نضبط الطلاب كثير، مش أكثر من كده. جيبوا لي مدرسة واحدة في العالم العربي فيها 10,000 بني آدم. احنا دحين منصور ومعنا 2 مراقبين من وزارة الإعلام فورانا، وقاعدين يتابعوا الأمور كلها وكل حرف قاعدين نقوله مع الطلبة، قاعدين يتابعوا. أيوه سوى نفسه أنه يعني مش متابع، يعني علينا الحركات دي أنه يعني راح هناك، يعني مش عارف العربي فهموها وهي طايرة. ما نحتاج نقد في عام 2011، ماذا نحتاج؟ نحتاج حلول، حلول. بالتالي أتفاهمنا مع وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وجزا الله خير الأمير فيصل وافق أنه نأخذ نموذج مجمع النور، مدرسة حكومية، ونقوم فيها بالتحسين والتطوير الذي نأمله لكل المدارس في العالم العربي والإسلامي. السنة هذه حيكون في إن شاء الله بإذن الله كلام قليل وشغل كثير. شغلنا جوجل، طبعاً إحنا دحين في آسيا وننطلق إلى المملكة العربية السعودية وإلى غرب المملكة العربية السعودية، مدينة جدة اللي هي المفروض أنها عروس البحر الأحمر. وفي داخل جدة شارع القريش مع شارع اليمامة في حي السلامة في مدرسة مجمع النور، حنصلح ده اللي المفروض أنه يكون ملعب كورة. سنطور، نطور جوانب أخرى كثير بالتعاون مع المدرسة. إحنا الآن في غرفة المعلمين. طيب إيش رأيكم نسوي عيادة في المدرسة؟ نجيب دكتور؟ أي شوف حسب. إيش اسمك؟ عبدالعزيز. قاعد تخطط معنا أنت عبدالعزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله المكتبة خلصت. وهنا الحقيقة أشكر تحديداً شركة حافل والأستاذ محمد يوسف ناغي على دعمهم المادي السريع صراحةً والغير مشروط للتحسينات كلها اللي حتشوفوها في مجمع النور، أغلبها جاء من دعم مباشر من الأستاذ محمد ناغي، فنشكره على ذلك. ونشكر أيضا كل الرعاة الآخرين الذين دعمونا في هذه الحلقات، سنذكرهم بالاسم
في كل حلقة بإذن الله. مجمع النور كان عبارة عن تحالف، هذه نقطة جدا مهمة في الموسم. كل التطويرات اللي حتشوفوها في هذا الموسم سواء في مجمع النور أو في قضايا الإسكان وأمور أخرى حاولنا نطور ونحسن فيها، تمت بسبب تحالف بين جهات متعددة، بين وزارة التربية والتعليم اللي سمحت لنا أنه ندخل مجمع النور ونظهر الحال بشفافية ووضوح وصراحة ونطور هذا الحال ونحسنه، واللي دعمت أيضا عدد من التطويرات اللي قمنا بها في مجمع النور، وزارة التربية والتعليم الحكومة يعني، والقطاع الخاص، رجال الأعمال اللي عندهم المال، ما في تحسين بدون المال والقوة الاقتصادية، والإعلام اللي دوره فقط أنه يجمع ويدمج ويساعد على التعاون بين القطاع الخاص وبين الحكومة ويعرض هذه الحلول على المشاهدين مسؤولين ومواطنين، على أمل أن بعض هذه الحلول اللي نعرضها نرى أنها تطبق. طبعا من الأمور المعتادة في الرحلة هذه موضوع الزحلطة، زحلط. أسلك الطريق وكلكم اتبعوني، اتبعوني هداكم الله. سليم يا جماعة سليم، تعال هات. ونحن هنا أمام المنتج النهائي، وهذه نهاية المأساة. شغالة؟ أنا جايبهم. إبداع وإحسان من إحسانات الجبيل الصناعية في التعليم. من هو هذا الطائر؟ مدرسة نجد. من وضع؟ تعالوا، قالوا لي إني حتفاجأ. وده بقى اللي نبغاه في العالم العربي كله، عند كل مشكلة يبحث عن الحلول لا عن الأعذار والمؤامرات. وكله شغال ضدنا، اشتغل صح إحنا بقى وهو كله حيمشي كويس. سوي إخلاء. هذا إحسان. خلصوا ما شاء الله. الله يجزيك. دقيقتين تم إخلاء 637 مع معلميه. جربت صوت تس صوت؟ طيب تسمعوا لو سمحت صورة البقرة عشان نجرب الصوت بس. بس أول جزئين بس ما عليه. لا بس بس أول جزئين. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا ألف لام ميم. ألف لام ميم. طيب قل هو الله أحد. إيه هذه أوكي. الآن بس إعلان أخير، الموقع الإنترنت غيرناه بالكامل، أصبح الآن اسمه andalusia.com، موقع إنترنت تواصل اجتماعي يجمع بين القراءة والعمل التطوعي، فهما شبكتين في بعض، يعني شبكة قراءة وشبكة عمل تطوعي موجودين في نفس الشبكة تحت مسمى andalusia.com. أنا أتمنى أن يصبح هذا الموقع مكان يتجمع فيه كل الناس اللي عندها هذه الاهتمامات في العالم العربي والإسلامي. نعلن عن جائزة أفضل فريق تطوعي في رمضان. مرة أخرى الدعوة لشهر رمضان ولخواطر هي العمل، العمل، العبادة عن طريق العمل، وبالتالي أكثر فريق تطوعي سيكون له نشاطات في شهر رمضان المبارك في العالم العربي والإسلامي سيحصل على جائزة مقدارها 10,000 ريال سعودي تقدم له بعد العيد. فعندنا فترة 30 يوم أتمنى أن يحصل فيها سباق بين الفرق التطوعية في كل العالم العربي والإسلامي. أملي أن هذا الموسم يكون دعوة للعمل وللتحرك وللتحسين في كل جزئية من جزئيات حياتنا اليومية، وهذه رسالة خواطر لهذا الموسم. آخر يوم تصوير في كوبنهاغن. سنحيا كراما بأوطاننا
ونبني من العدل مستقبلا. نشارك تغييرنا كلنا على النفس ثورتنا أولا. نفك قيود الهوى والفساد وبالعلم ننهض في كل واد. وهذه خواطر جيل البناء نريد بها رفعة للبلاد. سنبني إذا